مفيش شك ان احنا في مصر متأثرين بالأزمة الاقتصادية العالمية زينا زي باقي الدول، لكن مع وجود هذه الأزمة كان عندنا خطة استباقية. اشتغلنا من أول يوم على فكرة تقليل تأثير هذه الأزمة على المواطن بشكل كبير جدا، ويمكن ده كان واضح في كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في افتتاحه لمشروعات مجمع الإنتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات بالمنوفية، لما قال إنه تم تأجيل ارتفاع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، وده من أجل التخفيف أو تخفيف الأعباء عن المواطن قدر الإمكان. صحيح يا شاذلي، يعني اسمح لي أضيف كمان أنه هذا القرار، قرار سيادة الرئيس، كان ليه تأثير كبير جدا الحقيقة، يمكن كلنا لمسينه دلوقتي، لأنه بمنتهى البساطة الطاقة هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي إذا قدرنا أن احنا كدولة نضغط على نفسنا ونثبت أسعار الطاقة، ده هيسمع وهينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية، فبالتالي كمان هيكون في استقرار في أسعار السلع. عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم كمان امبارح عن أسعار البترول اللي وصلت لأرقام قياسية في دول أوروبا، ورغم ده احنا في مصر لسه محافظين على استقرار سعره بشكل كبير. ده بكل تأكيد بيعكس السياسة اللي الدولة بتشتغل عليها، وهي الاهتمام بالمواطن، باعتبار طبعا ان الأزمات هي حالة استثنائية، فلازم ايضا يكون لها حلول استثنائية، سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة أو المشروعات الإنتاجية الكتير اللي بيتم افتتاحها، زي مجمع الإنتاج الحيواني اللي تم افتتاحه بالأمس، زي المشروعات الزراعية مثلا، المشروعات الزراعية الضخمة اللي بتوفر سلع غذائية بجودة عالية وفي نفس الوقت بأسعار مناسبة كمان. صحيح شاذلي، انت كمان اتكلمت عن الأزمات، انه كل الأزمات لازم يكون ليها حلول استثنائية، لكن كمان في نقطة مهمة جدا وهي الخطط الاستباقية. الخطط الاستباقية اللي احنا بنتكلم عليها دي بقى لها سنين بتتعمل، وكان هدفها انه المعروض من السلع يكون كتير، وطول ما في زيادة في المعروض بتنخفض الأسعار بشكل طبيعي، او على الأقل بيكون في استقرار في السوق، بيكون في توافر كمان للسلع في السوق، وده اللي اكد عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، بان الدوله بتعمل اقصى ما يمكن عشان تراعي محدودي الدخل وتقلل اي تداعيات للازمه الاقتصاديه العالميه. على اي حال، دايما بنقول ان احنا عايزين نشوف مصر في افضل مكان وفي مصاف الدول الكبرى، وزي ما كان شاذلي بيتكلم انه فعلا في ازمات استثنائيه لازم يكون ليها حلول استثنائيه، ده بالاضافه للخطط الاستباقيه. الحقيقه ان الازمات دي اثبتت مدى صحتها. على اي حال، بنصبح على حضراتكم مره تانية، بنبدا معاكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.